بيكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. اهلا اهلا بيكم في الناس الحلوه. عندي ليكي ثلاث اسئله يا هلا، وتجاوبيني بامانه واحد واحد بس يا دكتور عشان اعرف. طبعا طبعا خالص. انا هسالك سؤال وبعدين نتكلم عنه شويه، سؤال ثاني سؤال ثالث. السؤال الاولاني هسالك فيما يتعلق بشرب الميه، وطبعا اللي ما يعرفوش الناس ان هلا هي بطله العالم في شرب ميه، حائزه على الاولمبياد والميداليه الذهبيه في شرب الميه، تشرب ميه جباره. هلا بياخدوا منها ازازه الميه يعني على على الستيج هنا اهو، وانا جاي اهدي نفوس. بس دي عاده جيده جدا بقى جدا، ويمكن دي حاجه جميله قوي. بس قولي لي الاول، هل انت بس في وسط اصحابك اللي بتشرب ميه كتير، ولا كلكم بتشربوا ميه كتير؟ لا، مش كل الناس بتشرب ميه كتير. في ناس مش بتعطش فمش بيحبوا يشربوا ميه، مع ان هي مالهاش علاقه. هي الميه مش عشان انت عطشان فتشرب ميه، الميه عشان هي مفيده لحاجات كتير جدا في الجسم. زي ايه؟ يعني مفيده للبشره جدا. صح. مفيده للكبد، ان هي بتنظف الكبد. مفيده لضغط الدم، بتحسن ضغط الدم. مفيده جدا للجهاز الهضمي، بتحسن الجهاز الهضمي. مفيده للجهاز البولي، بتمنع المشاكل اللي ممكن تحصل في الكلى والمثانه، وتقلل فرصه حدوث حصوات. الميه مفيده لحاجات كتيره جدا. طيب حاجه ثانيه عايز اسالك عليها بقى، السجاير والتدخين. ايه الاضرار اللي بتقول في خاطرك اول ما اقول لك ايه مضاعفات التدخين؟ اول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ اول حاجه طبعا سرطان الرئه. برافو عليكي. ده غير تصلب الشرايين. طب قبل ما اروح بس معلش عايز اسالك سؤالين. مين اشهر ممثلين خطفوا منا في الحياه ولو ان كل اجل انكتاب بسبب تدخينهم وجالهم سرطان في الرئه؟ اتنين ممثلين. انا مش عارف. ده مهمين جدا، الفنان العظيم احمد زكي، والفنانه الجميله الله يرحمها معالي زايد، ربنا يرحمهم الاثنين. دول اشهر اثنين جالهم مشاكل في الرئه بسبب التدخين، والاثنين كانوا مدخنين شرهين. ايه تاني؟ تصلب الشرايين. ايه تاني؟ مشاكل القلب، ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم فعلا. التدخين قلما يعني يسيب حاجه، بس تخيلوا ان التدخين بيعمل كانسر، وممكن يعمل سرطان في المعده، وممكن يعمل سرطان في اللسان لو حضرتك بتدخن سيجار، ويعمل سرطان في الشفايف لو حضرتك بتدخن بايب. ما عادش حد بيدخن سيجار وبايب، يعني السيجار ده الناس انت عارفه السيجار اللي هو صابع البومبار ده اللي هو الكبير ده. في ناس والله يا دكتور لسه بيدخن. نازلين. بيبقوا وبعدين بيبقى صعب قوي لما تبقى في مكان مقفول وتلاقي واحد ماسك السيجار ده وبيشربه. بيبقى رايحة منظر، هو بيبقى رايحة منظر بيه اساسا، جايبه بيجيبه، انا عارفه من محل كده، بيجيب السيجار بكذا وبيروح بقى ايه يقف في وسط البتاع كده ويفتح. ولو واحد صاحبه قال لي هات نفس، ده يبقى يومه اسود. بيخبسه في سجار؟ لا يعني هو بيسيبه، ده بيقعد معاه سنه ونص والله. تلاقيهم انت عارف العالم بتوع السجار دول، ايوه يا مون بي، ايوه يا مون بي. هو مش فاهم يعني ايه مون بي اصلا. ما هو بيجي له كانسر في بيجي له سرطان في الشفايف، فبيعرف ساعتها ايه هو المون بي اللي يجي له سرطان في الشفايف. هقول لكم كمان السجاير بتعمل سرطان فين؟ في المثانه. سرطان فين يا اخويا؟ في المثانه. بتقول فين؟ في المثانه. ليه؟ ولا بشرب السيجاره بالمثانه؟ والله في ناس في ناس فاكره ان السرطان بس في الرئه، لا ده في المثانه. يعني اللي بيشرب سيجاره ممكن النيكوتين بتاعها يوصل من خلايا الدم يعمل مشاكل وخلايا سرطانيه في المثانه، فما تنسوش الحكايه. المشكله ان البنات بقى او ناس كتير مش بتقتنع بالكلام ده، اللي هو ما هو عارفين وحاطوا لهم على علب السجاير صور حاجات وامراض. حاطين صرصار. دلوقتي صرصار. بس البنات المفروض نقول لهم بقى انه السجاير دي بتعمل تجاعيد، وبيبقى شكلك مش حلو، شفايفك بيبقى لونها مش حلو، ريحتك بيبقى مش حلوه، اسنانك بتبقى مش حلوه. طب انت مش حلوه؟ انت عارف ان دلوقتي بيتبارو يقول لك ايه؟ لا انا عايز العلبه اللي عليها صرصار. لا بلاش، هاتي العلبه اللي عليها الودج اللي هو شكله مش حلو ده. يعني بيميزوا العلب بالصور. لا بيجيبوا كفرات اصلا، بيحطوا العلب. انا عارف انا عارف، ده انت مذاكره قوي قوي. طب خدي بقى السؤال التالت، احنا سالنا عن الميه وسجل اسالنا على السجاير. ايه هي مشاكل اكل اللحمه؟ بتحب لحمه؟ لا كنت زمان بحبها، بس دلوقتي بطلت اكلها تماما. يعني ممكن اكلها مره في الشهر بالصدفه لو معزومه. تمام. طب اللحمه لازم تتاكل عشان فيها فيتامين بي 12، بس ما تتاكلش كل يوم. وعلى فكره احتياجاتنا من اللحمه في فيتامين بي 12 يعني حاجه بسيطه جدا. ممكن ناخده من اي حته. بي 12 ده انا اقول لك، البي 12 ده احتياجاتنا من اللحمه تكاد ممكن انت يعني قليله جدا جدا، يعني حاجه بالمايكرو جرام يعني.
انت لو عديت قدام الحد شمتهم عادي، مش محتاج تدخل وتاكل يعني، تمشي كده خدت كده احتياجاتك من البيت 12، ما تقعدش بقى جنب اللحمه ثلاث اربع ايام تضرب في نص بقرايه وتقول لي عشان خاطر البيت 12 اللي انت قلت عليه ده بالمايكروجرام. ده لو الراجل ما جابش لحمه اليوم الخميس لمراته دي يبقى يومه اسود يا دكتور، حرام عليك. في مذكرات هلا عن الرجل ومراته واللحمه هنعرف كثير من المعلومات، لكن خلينا اقول لكم هل اللحمه مشاكل؟ اللحمه ممكن تؤدي الى مشاكل اسمها النعرس، ممكن تؤدي الى حصوات من النعرس، ممكن تؤدي الى مشاكل وتصلب شرير لو انت بتاكل لحمه فيها دهون. في ناس نادله بتضرب حاجه اسمها النيفه بكميات كبيره، النيفه دي فيها دهون كثيره قوي، الناس الحريفه لحمه يعرفوا الكلام ده، ممكن تؤدي الى تصلب شرايين اللحمه، ممكن اكلها كثير يؤدي الى مشاكل في الهضم وهضمه زياده في الحموضه في الدم في المعده، لكن اللحمه لابد من اكلها احيانا مره كل فتره مش لازم كل يوم، لكن تؤدي الى مرض مشهور جدا اسمه مرض الملوك اللي هو ايه؟ النقرس، كلكم عارفين. ماشي؟ والكوليسترول الضار. طبعا بتزود الكوليسترول الضار لو دهونها كثيره، بتزود الكوليسترول الضار، ايضا بتؤدي الى حاله من حالات زياده السموم في الدم الخفيفه، احنا عشان يحصل لنا ديتوكس لازم نبطل لحمه، وبتحمل على الكبد والكلى. بتحمل بترهق الكبد وبترهق الكلى، لكن خلينا النهارده نفهم كتير قوي، بس اكيد هنفهم علم واضح للغايه وعلم خاص للغايه، مش كده ولا ايه؟ طبعا هنعرف اكتر بس بعد الفاصل، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، استاذ جراحه المسالك البوليه جامعه عين شمس، زميل جامعه تورونتو وماكجيل بكندا. عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، عضو جمعية التحكم البولي الدولية. أهلا بكم. بلا شك تظل الليزر أو يظل الليزر صيحة رهيبة في عالم الطب، لكن في المسالك له دور كبير جدا، وخصوصا غموض المسالك وغموض أعراضها وغموض هذه المنطقة. الكل يعرف كل شيء عن القلب، يعرف كل شيء عن المخ، لكن تظل المسالك البولية منطقة غير مطروقة بالبحث، غير مطروقة رغم انتشار أمراضها ورغم انتشار أعراضها. هذا هو حوارنا النهاردة، الأعراض والأمراض والعلاج للمسالك البولية، لكن خلينا أقول لكم أن الليزر هو البطل في كل حواراتنا اليوم. اسمحوا لي نرحب بخيمة علمية كبيرة طبعا والاسم الكبير في عالم الجراحات، وطبعا شرف كبير لينا ان احنا نستضيف استاذ الاساتذة الاستاذ الدكتور حسن الشاكر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. الحقيقة انا عايز ابدا الاول بالليزر، يعني انا هبدا ما هو الليزر ودوره ايه في المسالك؟ الليزر هو شعاع ضوئي، بس هو شعاع ضوئي مركز جدا، فبنقدر نستخدمه استخدامات كثيرة جدا، مش في الطب بس، في الطب وفي الصناعة وفي اشياء كثيرة جدا. الشعاع الضوئي بتاع الليزر مختلف عن الضوء العادي في انه مركز جدا، بيطلع بيقدر ينقل الطاقه لمسافات بعيده جدا، وبيقدر يركزها جدا في نقاط معينه، فعشان كده هو بيتميز بدقه شديده جدا، فنقدر نستخدمه مثلا في امراض العين، في امراض بتاعه المسالك البوليه كلها. طبعا كل ما بيختلف نوعه، كل ما بيختلف طول الموج بتاعه، بيبقى له استخدامات مختلفة جدا. الليزر في حد ذاته بدأ استخدامه في الطب من الثمانينات، لكن شاع جدا استخدامه في آخر 10 سنين، ولذلك دلوقتي زي ما حضرتك قلت هو بطل الاستخدام الجراحي دلوقتي، لأنه حقيقة ليه مميزات كثيرة جدا. البروستات هنبدأ منها الأول، لأنها المنطقة الغامضة في الاعراض والشكل المرضي فيها. انا عايز الاول اتكلم على البروستاتا، لانه ناس كتير على فكره ما تعرفش الاعراض بتاعتها ايه، مكانها فين. البروستاتا دي غده، الغده دي هي ربنا عملها لوظيفه معينه فقط، انها تنتج السائل اللي بتعيش فيه الحيوانات المنويه، فهي ليها وظيفه للاخصاب، لكن ملهاش اي وظيفه خالص جنسيه كما يعتقد الناس. البروستاتا زي ما هو باين في الشكل ده هي تحت المثانه، تحيط بمجرى البول في هذه المنطقه. البروستاتا هي عاده ما بتسببش اي مشاكل اثناء التبول الا لما تبتدي تتضخم، والتضخم ده بيحصل في سن بعد سن ال50 سنه، فلما تبتدي تتضخم البروستاتا تبتدي تقفل مجرى البول وتبتدي تعمل اعراض شديده جدا، اهمها بيبقى فيه صعوبه شديده في التبول، يخلي البني ادم في اثناء التبول ياخد مده كبيره جدا في التبول.
طبعا لما بيحصل الكلام ده هوت بيحتاج المريض علاج، ممكن في الاول ما بيحتاجش علاج، بعد شويه بيحتاج بعض الادويه. اذا ما نفعتش الادويه دهيت بنبتدي نفكر في بعض التدخلات الجراحيه زي المناظير، اشهرها المناظير الجراحيه. وحديثا طبعا زي ما احنا عارفين انه بدأنا نفكر في الليزر والبلازما والتدخلات الجراحية البسيطة. اللي احنا شايفينه ده المنظار العادي اللي بيقطع البروستاتا عشان يفتح مغر البول. الليزر بقى ما بيقطعش ولا حاجة، الليزر لما بنسلطه على الانسجة بيخليها تتبخر وتختفي. حتى الليزر نفسه تقدم جدا، يعني اللي احنا شايفينه ده اسلوب قديم للليزر على فكره. صحيح. يعني ودي عمليه جراحيه كامله، يعني ده بس بوريك العمليه الجراحيه الكامله للاستئصال البروستاتا. دي عمليه جراحيه القديمه اللي هي شيل البروستاتا بالفتح الجراحي، وده خلاص ما بقيناش نعملها غير في احوال معينه جدا. الليزر زي ما حضرتك قلت تقدم جدا. كان زمان اول ما طلع الليزر في استخدامه في البروستاتا كان في اوائل التسعينات، كان بطيء جدا، اعراضه جانبيه كثيره جدا وما كانش فعال جدا. بعد كده هوت ظهر نوع من انواع الليزر اسمه الهولميوم ليزر، والهولميوم ليزر ده ظهر في اواخر التسعينات، وهو لقيناه ان ملهوش قدره كبيره جدا على تبخير البروستاتا، لكن هو بيشتغل كقاطع، فعشان كده بنقدر نستأصل البروستاتا بيه، لكن ما هياش عمليه سهله. ظهر بعديه الليزر الاخضر، الليزر الاخضر بقى ليه قدره على تبخير البروستاتا لكن بطيء، فما بيقدرش يعمل احجام كبيره، وحتى هذه اللحظة لسه بيستخدم، لكن بيستخدم بروستاتا اللي حجمها صغير. ظهر بقى في آخر 7-8 سنين السيرا ليز ليزر، وده نوع من أنواع الليزر، وبيقدر يبخر الأنسجة بسرعة كبيرة جدا وبأمان وفعالية كبيرة جدا بدون أي نوع من أنواع النزيف. ده جهاز السيرا ليز، ودلوقتي قدراته زادت جدا لدرجة نوصل ل 400 واط، ودي حاجة غير مسبوقة في الطب. يعني طول عمرنا بنشتغل على عدد صغير جدا من الواتس اللي هي القدرة، لغايه ما وصل دهوت الجهاز ده 400 واط، فبيقدر يشيل احجام كبيره جدا ملهوش حد في الحجم بتاع البروستاتا. وبسرعه كبيره. واحنا بنتكلم على البروستاتا الاعراض بتفرض نفسها، يعني انا عايز واحنا بنتكلم على الليزر حاجتين بقى، نذكر اعراض البروستاتا ونقول العرض ده بعد استخدام اشعه الليزر بهذه او بشعاع الليزر بالطريقه ديت ممكن يحصل ايه لهذه الاعراض. هو اعراض البروستاتا اول حاجه بيحسها المريض ان اندفاع البول بقى بطيء، في صعوبه في خروج البول، بيتقطع وهو نازل، بيستنى عليه عشان ينزل. حاجه في بعض الناس العامه بيقولوا عليه انا بتحايل على البول عشان ينزل. البول لما يبتدي يحصل فيه الكلام ده تبتدي المثانه تحاول تعوض الانسداد ده، فتبتدي تنقبض انقباضات شديده جدا عشان تخرج البول، فتخلي المريض يبقى عنده دايما احساس انه عايز يتبول ويجري على الحمام زي ما شايفين في الصوره، بيقوم من النوم كتير بالليل عشان يخش الحمام، بتحول حياته لشيء صعب جدا، بيقعد في الحمام مده كبيره جدا عشان ينزل بول، وفي بعض الاحيان بيحصل له احتباس بولي بقى ومشاكل اخرى زي نزيف بولي، ولو اهمل اكثر واكثر ممكن ندخل حتى لغايه الفشل الكلوي. ما تستغربوش وانت قاعد في الحمام حد بيخبط على الحمام الرجالي بقسوه وبعنف، يعني في ناس منكم مثلا وانت قاعد ايه يا عم انت مستعجل ليه؟ لا ده ممكن يكون عنده البروستاتا وبيخبط لانه مش قادر يتحكم في نفسه والمساله بالنسبه له عنيفه للغايه. طيب انا عايز اروح لبرضو تضخم البروستاتا قبل العلاج وبعد العلاج. انت قلت لي جمله مهمه قوي يا دكتور انه الليزر الجديد، انا عايز بس احفظ اسمه لان اسمه صعب. سيرا ليز. طب ما فيش حاجه اسهل من كده. يعني انا لغايه دلوقتي مش عارف احفظ اسمه، بس هنحاول احفظه للناس. هو ليه اسم تجاري اسمه تويستر، عشان شكل الفايبر اللي بيستخدم معاه اسمه تويستر. تويستر. والله الاسم ده اسهل، التويستر ليزر. طيب التويستر ليزر دوت قوته انه بيتعامل مع التضخمات العنيفه. صحيح. هو التويستر ليزر من اول ما طلع سنه 2005 كان طبعا قدراته زيها زي جرين ليزر، بروستاتات صغيره، كان في 120 واط، وابتدى تزيد قوته لغايه ما وصل 400 واط. لما البروستاتا تتضخم بتقفل المجر بول زي ما احنا شايفين. انواع الليزر زي ما اتفقنا اللي هي القديمه شويه كان بتخلي ان احنا لما نعالج بيها البروستاتا الكبيره ما كانش بتفلح، لكن السيرا ليز لا، السيرا ليز لانه او اللي هو تويستر سريع جدا ودقيق جدا، واهم من سرعته انه دقيق جدا، فما بخافش منه على انه يعمل مضاعفات او مشاكل على الاجهزه الاخرى.
بالاضافه انه امن جدا، يعني كمان مش مجرد بس انه بيشيل اعراض البرصاته، لكن كمان امن جدا، لان كثير جدا من المرضى دول لانهم متقدمين في سن بيكون معاهم مشاكل في القلب ومشاكل في الكبد والكلى، وبياخدوا ادويه مسيله للدم. الصوره قدامنا دي بعد ما الليزر شال كل التضخم بتاع البرصاته، وهي صوره معبره لانه هو فعلا زي ما بتشوف كده اهوت ما بيكونش معاها اي نوع من انواع لا فقدان الدم لا المشاكل الاخرى اللي بتحصل مع المنظار زي التسمم المائي او الحمل على القلب او الكلى او الكبد. هل استعداد الجراحي او غرف العمليات اللي بتتعامل مع الليزر في هذه المنطقه في منطقه البرصاته ليها تجهيزات معينه ولا هي تجهيزات الغرفه الجراحيه التقليديه؟ هي في حاجتين مختلف عن الغرفه التقليديه. لازم يكون في كاميرا عاليه الوضوح، هي دي غرفه العمليات التقليديه. المونيتور اللي ورا دي هي الكاميرا عاليه الوضوح، ودي عشان تنقل الصوره، لان ما يقدرش الدكتور يبص بعينه داخل المنظار لان ده ليزر. وفي نفس الوقت لازم يكون في جهاز ليزر، وجهاز الليزر دوت عشان يوصل للبرصاته لازم عن طريق فايبرز معينه اللي هي بتدخل عن طريق مجرى البول، يعني ما فيش ولا فتح جراحه ولا اي حاجه. طبعا الكلام بيتم اما بمخدر موضعي بمخدر منطقي، يعني نوع من انواع اللي هو البنج النصف الحديث اللي هو بيكون في اسفل الظهر مش زي القديم، او حتى في بعض الناس اللي ما بيستحملوش خالص اي نوع من انواع البنج ممكن نعمل لهم البنج موضعي. الليزر اللي اسمه لما بنسلطه على البرصاته بيبخر الانسجه خالص، بيخلي الانسجه دي تختفي بدون اي دم. ده احنا في وسط عمليه فعلا بتتعمل للبرصاته بالليزر. شوف اول الوهج اللي بتشوفه ده هو ده الليزر، الفايبر ده اللي هو بنسميه تويستر فايبر لان هو بيعمل تويستنج. بيعمل زي راس بالظبط، يلف يمين وشمال. فالاسم ده الاسم التجاري بتاعه، لكن الاسم العلمي اللي هو اسمه الكيو لاب، يعني كان مش مهم قوي. لكن زي ما تشوفوا احنا بنشيل الانسجه بسرعه كبيره جدا، فقاعات الهواء اللي انتم شايفينها دي عباره عن الانسجه بتتحول لبخار، وطبعا الجهاز بيطلعها على طول بره. زي ما انتم شايفين مفيش ولا نقطه دم، يعني مفيش اي فقدان دم، مفيش اي امتصاص للسوائل، فما نخافش منه على اي حاجه في الجسم. الرؤيه واضحه جدا، فما بخافش ان انا اغلط ان انا المس صمام التحكم البولي. وفي نفس الوقت حتى لو المريض بياخد ادويه مسهله للدم بقدر اشتغل خالص زي ما انتم شايفين، كاني بالظبط بلعب بلاي ستيشن او اتاري او حاجه زي كده. الحاجه الاخرى زي ما احنا شايفينه سريع جدا، يعني احنا كنا زمان بنتعذب في البرصادات الكبيره، انا قلت لا الموضوع بقى سهل جدا وسريع جدا وما بقاش فيه اي حمل على المريض ولا على الطبيب. دي الصوره دي بتبين ان احنا وصلنا للحد المسموح ليه في شيل البرصاته اللي هي الانسجه الطبيعيه اللي بيبقى لها شكل معين، يعني على طول بنقف عندها ما بتكملش اكتر من كده. الحد الفاصل ما بين النسيج المتضخم والنسيج الطبيعي بالظبط كده، ده قبل وبعد الحد بالظبط. دي صوره من خلال المنظار قبل وبعد ما خلصنا الليزر. وزي ما انتم شايفين فرق كبير جدا، في الاولاني ما تقدرش تشوف البول ممكن يخرج منين، وساعات بتبقى اكبر من كده ما بتشوفش حتى الحته اللي في النص دي. ما المفروض ان البول مجراه يا جماعه اللي في النص في التضخم ده هينزل منين؟ ما فيش خالص، قافل. فاحنا هنا وسعنا المجرى بتاع البول والدنيا مشيت كويس. صحيح، وهي دي الميزه الاساسيه في الليزر، ان هو بيشتغل بيشيل كل الكلام ده، هو ما بيعملش اي مشاكل، ما بيعملش نزيف، ما بيعملش تسمم مائي بالمقارنه بالمناظير الطبيعيه العاديه. كان المعتقد ان التدخلات مع البروستاتا قد تفقد الانسان قدراته الجنسيه، هل ده معتقد صح ولا غلط؟ ده معتقد خاطئ جدا. في معتقد عند كثير جدا من الناس ان البروستاتا ليها وظيفه جنسيه، وده مش حقيقي. البروستاتا ملهاش اي وظيفه جنسيه، بس هي البروستاتا بتتضخم في بعد سن ال 50 سنه، اللي هو في هذا الوقت كثير من الناس بيبتدي يحصل لهم مشاكل في الانتصاب، فعشان كده بيتخيلوا ان البروستاتا ليها علاقه بهذه المشاكل. العمليات اي نوع من عمليات البروستاتا عاده ملهاش اي مشاكل خالص في الانتصاب. المنظار التقليدي بنقول ان مشاكل الانتصاب قليله، حوالي 3% من الناس، لكن الليزر ملهوش خالص هذه المشاكل. لكن حاجه مهمه جدا ان لان احنا بنشيل غده البرصاته فما بقاش في السائل بتعيش في الحيوانات المنويه، فعشان كده هو بيحس على طول الرجل ان كميه السائل المنوي اثناء القذف بقت قليله. هو ما بيأثرش على الانتصاب، ما بيأثرش على الاحساس بالنشوه، لكن كميه السائل المنوي بتقل، فمعنى كده انه هيؤثر على الانجاب.
فلو ان حد عايز ينجب فمش هينفع يعني احنا نعمله ليزر، او نستخدم طرق التلقيح الصناعي لو ان احنا حبينا. تمام. هذهب الى عرض تاني يشبه البروستاتا، ممكن يتلخبط معانا فيه، اللي هي اورام المثانة. اورام المثانة بتيجي برضو ممكن برغبة ملحة في المروح للحمام، ممكن عسر تبول ما يحصلش يورينيشن بسهولة او تبول بسهولة، منها اورام ممكن تقلب بكانسر. هل الليزر اللي دور مع اورام المثانة؟ صحيح، اورام المثانة من الاشياء اللي احنا في مصر منتشرة جدا، احنا اكتر بلد على مستوى العالم عندنا اورام في المثانة، وده زمان كان بسبب الهرسية، وحاليا بقى بسبب التلوث الشديد جدا. واهم انواع التلوث اللي الناس ما بتاخدش باله منها السجاير، طبعا عدم السيارات بالمرتبة التانية، لكن السجاير اسوأ نوع من انواع التلوث. ده ورم في المثانة، وزي ما حضرتك تفضلت ورم المثانة دوت اهم عرض لين يكون فيه بول مدمم. كمان كسر دخول الحمام والاحساس ان الدائم ان انا عايز اخش الحمام، وساعات الواحد ما يقدرش يمسك نفسه ويفتكر ان دي مثلا عصبية او انها بروستاتا. فالاعراض هي بالذات الدم في البول واحد ما ياخدوش باي نوع من انواع اليسر والبساطة. يعني الليزر طبعا ليه هنا اهمية كبرى في اورام المثانة. اورام المثانة بتحب ترجع وبتحب تنتشر. الليزر اللي احنا شايفين في الصورة دهيت ان هو مش بيدمر بس ورم المثانة، كمان بيوصل للطبقات العميقة. فعلى عكس المنظار التقليدي، المنظار التقليدي بيشيل ورم بس لكن ما بيقدرش يوصل للطبقات العميقة، وإلا هيعمل مشاكل في المثانة. هنا الليزر لا، بيقدر يوصل للطبقات العميقة، فحتى لو في أنسجة احنا مش شايفينها بعينينا بيقدر الورم يشيلها. عندنا أنواع جديدة من الليزر، مش بس كده، بتقدر تعالج الخلايا في طور تكونها، الخلايا السرطانية. هنا الصورة اللي على الشمال خالص ده ورم في المثانة، واللي في النص أثناء علاجها بالليزر، وفي اللي على الشمال اليمين بعد ما دمرنا الورم تماما بالليزر. الأنواع، في أنواع جديدة من الليزر دلوقتي بنقدر إن احنا نحقن دواء معين، فهي لوحديها بتدور على الخلايا اللي احنا مش شايفينها بعينينا، ودي حاجة اسمها فوتو دايناميك ثيرابي، ودي حاجة حديثة عشان نتقي إن الأورام دي إنها تحدث في المستقبل. لان اي حد بيكون ورم في المثانه ليه قابليه مش بس ان الورم يرجع في نفس مكانه، وان اورام جديده تطلع في مناطق اخرى في المثانه. هي كلمه فوتو دايناميك ثيرابي معناها العلاج الضوئي المتحرك، يعني الدواء بيبحث عن الورم فين ويروح يمسك فيه ويموته. بالظبط كده، هو المريض بياخد حقنه معينه، الحقنه ده هي بتروح تدور على الاورام دهيت وتقعد فيها. نروح احنا داخلين بالليزر، الليزر ده هو لما بيتسلط على الدواء ده هو او على الانسجه كلها بيخلي الدواء ده هو يبتدي يتفاعل. لما يبتدي يتفاعل بيطلع اكسجين، فبيكسر الخلايا السرطانيه فقط ويسيب الخلايا الطبيعيه زي ما هي. وده علاج اثبت نجاحه جدا في بالذات في اورام زي اورام الوجه. في المثانة لسه حديث جدا، لسه تحت دور التجربة، لكن في ظرف سنين قليلة هتبقى من الحاجات الموجودة. طيب استخدام الليزر في أورام المثانة يخليني برضو أروح للأسهل اللي هي حصوات الكلى. يعني حصوات الكلى من الأشياء المتكررة جدا، وبرضو احنا عندنا عدد كبير جدا من الشعب المصري عنده حصوات في الكلى، بالتالي احنا رقم واحد برضو. احنا من البلاد الغنية جدا في حصوات الكلى. يعني عندنا ما شاء الله احنا اغنياء في البروستاتا واغنياء. طبعا معلش يا دكتورنا، معلش يعني جمهورنا العزيز اللي بيدخن قاعد دلوقتي بيفكر والله يعني السيجارة او التدخين، الدكتور حسن بيقول انها بيأثر وبيعمل ورم في المثانة، يعني اللي عرفوا ان النيكوتين والسجاير بتعمل ورم في الرئة، اللي يدخل السيجارة على المثانة وانا باخد السيجارة على المثانة، انا عارف انت بتفكر في كده، انا عارفك بتفكر. يا اخويا بتوصل النيكوتين بيوصل للمثانة. صحيح. وحاجة غير مبشرة الصراحة ان اللي بيشرب السجاير احتمال اصابته بورم المثانة 40 ضعف بني ادم ما بيشربش سجاير، فده رقم مهول، فمتهيألي يخليك تبطل تشرب سجاير. مبروك يا ياسر، مبروك يا حبيبي. 40 ضعف. هرجع للحصاد، كل الجمهور ما بيشربش مية، انا لاحظت عليهم كده بيقعدوا طول الوقت ما بيشربوش مية، هيبقوا زباين هايلين. كويس جدا. ده طول النهار. برافو يا جماعه، برافو. ده اهم سبب لتكوين الحصوات، قله شرب الميه.
يعني دايما بنقول كده اهوت اشرب ميه مش كويسه احسن من انك ما تشربش خالص. يعني لان في ناس تقول لك انا استنى لما اجيب الميه المعدنيه بتاعتي او مش عارف ايه. لا ما تستناش لغايه ما الميه المعدنيه تتوافر او لغايه ما الميه كويسه تتوافر اشرب ميه. ميه النيل من احسن المياه اللي في العالم ومن اكتر المياه اللي ما بيحصلش معاها تكوين حصاد. دي الصور قدامها دي بتوري الكليتين ومكانهم وازاي ان هم بيعملوا فلتره للدم عشان يطلعوا منه الـ كل السموم. وطبعا السموم دي بتنزل في شكل البول، لكن طبعا بينزلوا في شكل البول في قنوات رفيعه جدا اسمها الحالبين بيوصلوا للمثانه وبعد كده يخرجوا بره اثناء التبول. ساعات طبعا احنا بسبب اهمالنا الشديد في شرب الميه يبتدي الحصوات دي تتكون، وطبعا في اسباب اخرى كثيره غصبا عننا، لكن قله شرب الميه ده اهم سبب. لكن ساعات كمان اكل البروتينات بكثره دي من اكثر الحاجات عشان المقرص اليوريك اسيد. طبعا مش كده والاكزاليت والحاجات دي بدون شك يعني من اكثر الحاجات يعني اللي بنمنع المريض ان هو ياكلها اللي هو البروتينات. طبعا الحصوات ديت ممكن تعدي بسهوله، لكن ساعات لما تكبر شويه تروح واقفه في الحالب اللي هو رفيع جدا وتبتدي تعمل الالام الشديده جدا بتاعه المغص الكلوي. ساعات غالبا مع بعض العلاج بتعدي الحصوه، لكن ساعات الحصوه تكبر قوي وتقفل الكليه وتعمل فيها تضخم شديد. طبعا ممكن نعالجها بالمواجهات التصادميه اللي هي من بره الجسم اللي بتسمعوا عنها اللي هي بدون تخدير وبدون جراحه وبدون طبيب وبدون مريض، فهي مواجهات تصادميه. لا احنا عندنا في الطب مجموعه كليه بدون مريض وبدون جراحه وبدون تخدير وبدون الم وبدون مطروح وبدون متاعية ومن غير حاجه. وبص اقول لك على حاجه، من غير علاج من غير اي حاجه من غير نتيجه هنوصل في يوم من الايام للكلام. من غير نتيجه في الاخر. لكن لو ما ينفعش الكلام ده هو طبعا يبقى هنحتاج صراحه ان احنا نعمل تدخل بالمناظير. المناظير دلوقتي تطورت جدا جدا من المناظير اللي هي التقليديه للمناظير المرنه. الليزر ساعد جدا في تفتيت الحصوات عن طريق المناظير. طبعا المناظير دي ممكن تدخل عن طريق الكلى وممكن تدخل عن طريق مجرى البول. ده المنظار التقليدي زي ما انتم شايفينه ان هو يعني ما فيهوش اي نوع من انواع المرونه. وده المنظار ده ده منظار حالب يعني وفي زيه منظار الكلى. ده بيمشي المسافه قصيره جدا لان احنا الحالب ده رفيع جدا، حاجه سمكها ما تزيدش عن 3 مللي، فلازم اللي يدخل جواها حاجه صغيره جدا، فده ينفع في الحصوات اللي هي اسفل الحالب. ده المنظار المرن زي ما انتم شايفين انه مرن جدا. لو شوفوا في ايديه من فوق دهوت المكان اللي اقدر ان انا احركه شمال يمين الف وكلام من دهوت. على فكره ده بيتحرك يا جماعه، يعني انتوا شايفين اللوب السل كده ده ممكن يروح يمين وشمال بالتحكم من تحت. بيلف في جميع الاتجاهات. وزي ما انتم شايفين ده نوع من انواع المناظير المرنه الحديثه اللي هو المسميه الديجيتال، لان ده بيقدر يكبر الصوره صغرها في كاميرا صغيره جدا على طرفه، من الحاجات الكويسه جدا. ده منظار الكلى المرن وده برضك من الحاجات الحديثه جدا عشان نقدر ان احنا نشوف كل الحصوات اللي في الكلى ونقدر نخلص العلاج بتاع حصوات الكلى في مره واحده، مش لازم جلسات عديده. طب في يعني معتقد عند بعض الناس وخصوصا كتير من البنات يجي لها حصوه تقول لك انا عندي حصوه في الكلى، وده على فكره البنت الاموره اللي بتبقى قاعده في وسط الشله ويجي لها القلب وتاخدوها كلكم تطلعوا على الاستقبال، وطبعا كل واحد روميو بيبدا بقى يوري شجاعته في انه شال البنت ديت، بتبقى مرتبط بيها الحصوه. يعني هي راضيه بوجود الحصوه، خطوره وجود حصوه ولا بتعالج ايه؟ لا الحصوات كنا زمان بنقول في بعض الحصوات ممكن نسيبها، دلوقتي ما بقاش خلاص الكلام ده، دلوقتي حصوه لابد من علاجها. ليه؟ لان الحصوه حتى لو ساكنه ممكن في يوم من الايام تتحرك من المكان دوت وتنزل في الحالب وتعمل مشاكل كثيره جدا. فما بقاش في حصوه تتساب، وخصوصا بالتقدم اللي عندنا دوت موجات تصادميه، المناظير المرنه، الليزر، ما بقاش في سبب ان انا اسيب بيها حصوه. ليه اسيب حصوه؟ لانها ممكن تعمل لي مشاكل تبوظ لي الكليه، والكليه دي حاجه ثمينه جدا. هل ممكن العمليه دي تخلص في يوم واحد؟ طبعا اغلب الناس اللي بيعملوا المناظير المرنه بيخرجوا بعد ساعتين. بعد ساعتين؟ بعد ساعتين. بتخدير؟ بيحتاجوا تخدير، بس التخدير هو اللي بنسميه الريجنال او الموضعي، يعني زي نصفي او اسفل النصفي، وده بيكفي ان انا اعمل مناظير دي في اي حته من الجهاز البولي. دي فيديو لمنظار المرن الديجيتال، ده وصل للكليه اللي احنا شايفينه قدامنا، دي كؤوس الكلى ودي حاجه زي الكهوف، دي كنا صعب جدا زمان نشوفها، دلوقتي بالمناظير المرنه زي ما انتم شايفين انا بسوق المنظار عشان اوصل للحته اللي انا عايزها من الكلى. ادي حصوه شايفينها ودي لسه في اول تكوينها وهي لسه ماسكه في الكلى.
وبعد شويه الحصوه دي بتنفصل وتنزل وتقفل. دي واحده اكبر بقى. اكبر ودي حصوه دي تخيلوا دي حصوه يا خبر ابيض عامله زي الشعب المرجانيه بس. لا دي يا فندم بتفكرني دايما بغير الشعب المرجانيه الحصوه دي بتفكرني بعين الجمل. ايوه صحيح شبه عين الجمل بتاع رمضان الجميل ده بس كبيره دي ده الليزر وهو بيكسر الحصوه زي ما شايفين ما بتوقفش قدامه ثانيه واحده وتفضل نفضل نكسر فيها بالليزر دوت لغايه ما نحولها حاجه زي رمل بحر وبنغسله ونطلعه بره او نسيبه ينزل زي ما انتم شايفين في حاجه دلوقتي عايمه في الميه دي عباره عن الرمل اللي هو من سبب تكوين الحصوه دي من اسف من تكسيرها بالليزر. ما فيش نوع من الحصوات اي نوع من انواع الحصوات بيتكسر بالليزر ما فيش نوع من الحصوات اللي هو ممكن يقاوم الليزر وما يتكسرش ما فيش نوع ما يقبلش التكسير بالليزر كده. كله بيستجيب للتكسير بالليزر بالزبط. هل في نوع اقوى من نوع من الحصوات؟ صحيح في انواع حصوات قويه جدا وفي انواع بتبقى ضعيفه جدا يعني حصوات حمض البولي بتتكسر بسهوله جدا. الكالسيوم اوكساليت دي حصوه شديده جدا بالذات نوع منها اسمه كالسيوم اوكساليت مونوهيدريت وده بيبقى صلب صلابه الجرانيت يعني. ده اكل اللحمه بيعمله؟ ده واحد من الاسباب يعني اكل اللحمه بس يعني برضه ايه هو برضه ان الواحد ما يكونش معاه فلوس ده ليها ميزه حقيقة يعني ان الواحد برضو لما يكون مفلس احيانا لما تكون مفلس مش معاك فلوس فكر تقول الحمد لله مش هيجيلي اوكزاليت ستونز مش هيجيلي حصوات في الكلى. الكلى من الحاجات اللي انت مش متخيلين الكلى دي لما كنا زمان نيجي نقول حتى على مستوانا احنا ان احنا عايزين ندخل جواها بمنظار كان صعب جدا صحيح. دلوقتي سهل جدا يعني دلوقتي ما بقاش يعني احنا منظار الكلى بنروح فاتحين فتحه صغيره وندخل عن طريق جنب للكلى ونفتح فتحه في الكلى. لا دلوقتي بالمنظار المرن ده بدخل من مجرى البول اوصل للمثانه اطلع للحالب اوصل للكلى اتفسح فيها زي ما انا عايز اعمل اللي انا عايزه. الصوره دي موريه المنظار المرن ازاي واصل لغايه من تحت من مجرى البول لغايه الكليه في حته صعبه جدا ما كناش نتخيل اصلا في يوم من الايام احنا نعرف نوصل لها. مش بس كده اقدر بقى ادخل ليزر اكسر الحصوات دهيت هنا دي اشعه بردك اثناء المنظار المالي ما بيكون موجود جوه وزي ما انتم شايفين رفيع جدا يعني ارفع كتير جدا من المسالك البوليه نفسها فما بيضر الشيء. وبقى في كلام كتير جدا انه حتى امن على الجهاز البولي حتى من الموجات التصادميه اللي هي من بره الجسم. لسه ابحاث جديده لكن بقى في بنقول ان هو لو ان اللي بيعمله خبير بيقدر بسهوله جدا يعمل حاجه بدون مشاكل على الكلى. طب اورام الحالب بقى ممكن تكون خطيره لانه الحالب انا دايما مشاكل فيه تؤدي الى مشاكل في الكلى بشكل مباشر. مشاكل اورام الحالب انها عاده بتبقى صامته. ما بتعملش حاجه وما بنعرفش عنها حاجه كتيره لغايه ما تبتدي تعمل مشاكل مشاكل في انها بتعمل انسداد. تشخيصها صعب بالذات لو ما عندناش المناظير المرنه فساعات جدا بيتاخر تشخيصها. لكن هي نفس الحاجه لو ان احنا عندنا عرض مش عارفين نفسره زي الام زي دم في البول دم في البول ده عرض مهم جدا ده بيورينا ان احنا داخلين جوه الحالب في ورم في الحالب هنشوف دلوقتي اللي هو ظهر على اليمين ده ورم في الحالب. طبعا انت يمكن تلاحظوا فرق ما بين الصوره دهيت والصوره اللي قبل كده ساعه تفتيت الحصوات ساعه لما كنا ماشيين في الحصوه كان الحالب طريق حلو جدا كان طريقنا جميل وده كمان لان ده المنظار القديم اللي هو الفايبروسكوب القديم الثاني اللي انا في الصوره قبل كده كان منظار ديجيتال يعني فده الفرق في التكنولوجي يعني ما بين ده وده. الديجيتال صورته اوضح طب كتير جدا كتير يعني جداً. حوالي 16 ضعف اللي هو كواليتي زي ما انتم شايفين انا بستخدم ليزر الليزر ده هو بيدمر الورم ده خالص بيشيله خالص وبيمنع تكوينه ثاني. طبعا قبل كده او العلاج البديل ليه ايه؟ ان انا اشيل الكليه بالحالب دي كلها بجزء من المثانه. دلوقتي بقى عندنا احنا لو ان الورم ده هو ما وصلش للعضلات بتاعه الحالب اقدر ان انا اشيل الورم ده. طب محمد عنده سؤال هنا ومحمد بيسال عندي ليك انا بعديه سؤال بس قبل ما تسال عايز اسالك الاول محمد انت بتشرب ميه؟ اكيد بتشرب ميه كويس كتير يعني معدنيه ولا عاديه؟ لا العاديه العاديه تمام ولما بتكون مثلا عايز تروح الحمام بتروح في ساعتها ولا ممكن تمسك نفسك يعني شويه؟ يعني ممكن امسك نفسي شويه في ساعات مثلا في الشغل في وقت ان انا مش هقدر ان انا اتحرك فبمسك نفسي لكن انا مثلا في البيت فلا فبدخل على طول ما بتاخرش على طول على طول تمام. ايه السؤال بقى؟ اول مساء الخير يا دكتور ايمن مساء الخير يا دكتور حسن. سؤالي هو والد صاحبي عنده تضخم في البروستاتا
وعنده ضيق في الشريان التاجي للقلب، تمام؟ وهو يعني ينفع ان هو يعمل عمليه استئصال البروستاتا بالليزر؟ بياخد ادويه؟ هو بياخد ادويه مسيله للدم، فهل ده يعمل معاه؟ سؤالك مهم جدا يا محمد، والسؤال ده صراحه متكرر جدا، لان كثير جدا من الرجال اللي عندهم بروستاتا بيكون سنهم كبير، وعاده بيكون معاهم امراض اخرى زي مثلا القلب، ضيق في الشريان التاجي، بياخد ادويه مسيله للدم، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، جلطه في المخ. الحاجات دي كلها كنا زمان لما نشوف المريض دوت نسلم عليه ونقول له بس يعني خد الادويه، مش قادر تتبول، هنركب لك قسطره، مش هنعمل اكتر من كده، لكن ما فيش عمليات ليك. دلوقتي الليزر حللنا المشاكل دي، مش بس للمريض، للطبيب كمان. يعني كان زمان بالنسبه لنا انك تعمل بروستاتا في مريض زي والد جارك دي كانت مشكله كبيره. الليزر دلوقتي خلى الموضوع سهل جدا، ما بقتش عمليه، بقت تدخل جراحي بسيط، مش خايف على القلب، مش عايز ابطل ادويه مسيله للدم، حتى لو بطلتها حولها لنوع ثاني من انواع الادويه المسيله للدم لو كان نوع غير امن، لكن في الاخر بنقدر نعمل العمليه لمثل هذه الحالات. ما بنخافش فيها على القلب خالص، ما بنخافش ان يحصل نزيف، ما بنخافش انه ان يحصل ان الامور يحصل حاجه اسمها التسمم المائي اللي بتحصل من المناظير العاديه. فا امن جدا ان والد جارك انه يعمل هذه العمليه بس بالليزر، ما يقدرش يعملها باي طريقه اخرى، يعني ما يقدرش يعملها بالمنظار الجراحي التقليدي، ما يقدرش يعملها بالفتح الجراحي، لان ده هما هيبقى فيه خطوره كبيره جدا على قلبه في مثل هذه الحالات. انت نورتنا النهارده وسعدت بهذا اللقاء سعاده غامره، واعتقد ان انتم هتكتبهم ذكرياتكم ان انتم التقيتوا النهارده بالدكتور حسن شاكر. يعني اكيد اللي فيكم يعني مهتم بالمسالك وعارف قيمه ضيف العزيز، فانت نورتنا النهارده. شكرا جدا. كل الشكر والتقدير للضيف العزيز الاستاذ الدكتور حسن شاكر، واكيد كل شكر وتقدير ليكم انتوا اللي كنتوا معايا النهارده، وكل شكر وتقدير لجمهورنا اللي بيشرب ميه كتير، اللي بياخد باله من صحته كتير، اللي ما بيصبرش على نفسه في حكايه ان هو يروح الحمام. اول ما يجي لك الرغبه في ان انت تروح الحمام روح، مهما كنت في اجتماع، في مؤتمر، كل الناس تستحمل، لكن انتظارك على نفسك ممكن يضرك ويخليك تخرج بره دائره الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. اهلا بكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بك دكتور ايمن. اهلا بك يا هلا، اهلا بكم في الناس الحلوه. جمهوري العزيز الكبير النهارده، عايز اسالكوا سؤال من قلبي وتقولوا لي الصراحه، بس اللي هو اللي هيجاوب هي هلا صراحه، يعني ما هي العادات السيئه التي تفعلونها باسنانكم المسكينه؟ يا ترى انتوا بتعملوا ايه في اسنانكم؟ اعترفي هلا، يلا قولي. اعترفي. انا والله انا مؤدبه جدا ما بعملش حاجه، بس اصحابي بيعملوا. انا دايما بفتن على اصحابي وبطلع نفسي انا البريئه، مع ان اوقات كتير ببقى انا اللي بعمل حاجه. انا بعمل نفس الحكايه. بقعد احكي على اصحابي حاجات وهم ما بيعملوهاش، ببقى انا اللي عاملها. انت اللي بقول حصل مع صاحبي كذا وحصل مع، بس هو ربنا اللي عامل. احكي لي بقى. اوقات بيعملوا ايه؟ في ناس بتفتح ازايز بوقها. ازايز الحاجه الساعه؟ بيفتح الفله بتاعت الازاز الحاجه الساقعه بقه. في حد بيعمل فيكم الحكايه دي؟ كلهم حتى انت؟ ماشي. طب في الفتاحه، ما في حاجه اسمها فتاحه؟ ما بقى بيكسلوا يقوموا يجيبوها. يعني برضو مره واحده صاحبتي بقول لها عايزه مقص، كنت عندها في البيت، فعايزه مقص الواير، عايزه اقص حاجه. فقالت لي هاتي هاتي كده، راحت ببقها. طب ليه؟ قالت لي لسه هدخل بقى الاوضه واجيب المقص. والمقص جنبها اساسا. بس هي راحت شدها على طول. طالما ربنا ادانا حاجه يعني ما نستخدمهاش ليه؟ بالظبط كده. انت عندك تنانك، ممكن تستخدمها فتاحه، ممكن تستخدمها منفضه، ممكن تستخدمها مثلا في طف فيها حاجات شداده، ممكن تستخدمها حاجات كتيره قوي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ القلم. القلم دي كانت حاجه بتستفزني قوي وانا صغيره في المدرسه. كانوا يعني ماشي، انا موافقه انه حد يمسك القلم بتاعه ويقعد يقعد فيه، عادي بتحصل، يعني بتحصل كتير. لكن واحده تستلف مني قلم وتاخده وترجعه لي كده، ببقى هتجنن بقى. اللي هو طب اعمل كده في قلمك مش في قلمك. في اللبيسه، عارفين كان زمان القلم له لبيسه؟ أيوة. لازم يعضعضوا اللبيسه، لازم اللبيسه ترجع مع عضعضها. ده كده يبقى هو ذاكر. كده ذاكر. أيوة. هو ذاكر ايه ده فاشل. ده والله ده دلاله على ان في قصور عقلي. وبعدين سنانه هتبوظ. ده مش بس كده، ده في ناس كتير بتعمل حاجات اخطر من كده بقى. في بقى المكسرات،
تبقى لفيلم بتاع ماري موني بتاع زمان اللي هي يعني مسكت المكسرات وتروح جايه مكسراها. دي بقى هتجيب لها مكسره منين؟ في بقى اللي هو البنات اللي هي مثلا تبص ليها قاعده كده عماله تقرقص في ضوافرها مثلا، خطيبها ما بيردش عليها في التليفون، نايم الولد نايم يا عيني، هو فين الكلب؟ عماله تقرقص في ضوافرها. كان زمان ليه لازم لازم يعملوا اختبار البندقة دي ليه يعني؟ يعني ايه الفكرة في العروسة ان هي تكون سنانها كويسة؟ ده سؤال مهم قوي، لانه الجيل القديم عنده معلومة طبية صحيحة انه الصحة مبدأها من الاسنان. يعني اذا كانت سنانك صحتها قوية وجيدة يبقى جسمك كله كويس. اذا كنت مهتمية بيها او مهتم بيها يبقى انت اكيد مهتم بكل حاجة فيك، وسنانك لو بايظة يبقى كل حاجة بايظة. على فكرة برضو في معتقدات كتيرة غلط، يعني مثلا في ناس كتيرة فاكرة ان تناول القهوة والسجاير ممكن جدا يكون مؤثر بس على لون الاسنان، بيغير لون السنه. ده في منتهى الخطوره، ده السجاير والقهوه بتضر السنه من جوه مش مجرد اصفرار الاسنان. في ناس فاكره انه العض على الالم يعني يعمل شويه تغيير يعني هيضر السنه في رفع، لا ده ممكن يعمل لك يعمل للطفل او للشاب الصغير اللي هو الطفل يعني يعملوا تغير في السنان رهيب. برضه في حاجه بيعملوها بعض الناس، عايز اشوف كده في حد فيكم بيعملها ولا لا، بيجيب المكعبات بتاع التلج ويقعد يقرقش فيها. ايوه انت يا احمد اللي بتعمل كل الحاجات ده، انت بتعمل كل حاجه غلط في الحياه. ماشي، طب لما يبقى طب هو صغير ده، في ناس كبار، في واحد عنده 40 45 سنه شفته بيعمل الحركه دي، وفي ناس كتير مدمنه. ايوه لجرش مكعبات التلج اللي هو يقعد يقرقش فيها، ده في منتهى الخطوره، لانه دي كمان ممكن تضر لسه درجه حراره بتنخفض جدا في التلج. ده انت بتعمل افاسكولار نيكروز، يعني بتقلل الدم اللي واصل لسه بشكل مفاجئ، وبتضرها بتصدمها مره واحده، حاجه ساقعه قوي اللي تروح مره واحده شربها دي بتضر المعده وبتضر اللثه، حاجات كتير. برضو اشهر الاخطاء في تنظيف الاسنان، عدوا معايا بقى، يعني في ناس عندها اعتقاد انها تجيب مثلا يعني عارفين مساحه الارض، تجيب فرشه فيها حده مساحه الارض وتتعامل مع اسنانها كانها سيراميك، دي فرشه البلاط. اه فرشه البلاط، ودب دب دب يا معلم، وتسمع صوتها بقى وهي بتغسل، بس انت قاعد في الدور السادس وتسمع الدور الاولاني حد بيعمل زز باسنانها. والله اسنانها واحده بتغسل بتمسح سنانها، بتمسح ايه؟ بتنشف بتغسل سنانها بالطريقه دي. يا جماعه ده في منتهى الخطوره، ممكن يضر. ممكن بتحط كلور بقى. اه طبعا كلور على السنان. اوكي هلا بتجيب حاجات معلومات موثوقه يعني. في ناس عندها اعتقاد ان يعني ايه سناني مسوسه، تسالها ليه؟ ماما كمان سنانها مسوسه. هو انت واسعه من ماما؟ اه براسه، اصل احنا العيله كلها سنانها مسوسه. لا يا فندم، انتوا العيله كلكم مش متعلمين تغسلوا سنانكم كويس وتهتموا بيه، التسوس مش وراثي، لازم تفهموا هذا الكلام. في ناس هنا فاكره انه كل حاجه وراثه، يعني سناني وحشه وراثه، اعمل ايه؟ ماما كده، وتبدا بقى تتخانق مع مامتها وتتخانق مع باباها، انتوا اللي ورثتوا لي سناني الوحشه. لا، السنان الوحشه ده اكواير مش بس وراثه. هنعرف اكتر بس بعد فاصل قصير مع دكتوره اسراء السعيد. استاذ دكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه الطب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. طبعا اسم كبير ومتميز وبينورنا النهارده الدكتور اسراء سعيد، اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور ايمن، اهلا. هنستمتع بحوار مثير كالعاده. يا رب ان شاء الله. اهلا بك يا هلا. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا هلا. اهلا وسهلا. النهارده هنتكلم عن موضوع يمكن ناس كتير بتبقى عندها مشكله في اسنانها، وبتبقى مش عارفه هل هي محتاجه تعمل تقويم ولا لا، وكمان بتبقى خايفه من طول الوقت. دايما الانطباع اللي بيتاخد عن تقويم الاسنان ان هو بياخد وقت طويل جدا. فهنسال بقى السؤال الكلاسيكي، ايه هي الحالات اللي المفروض نستخدم معاها تقويم الاسنان؟
اولا بس قبل ما ادخل في الحالات، هو موضوع الوقت، موضوع الوقت والله التقويم ما بياخدش الوقت اللي الناس عندها انطباع عنه ده خالص. التقويم بياخد على حسب الحاله، والحاله اللي فيها خاله غير الحاله ما فيهاش خاله. بس الرينج المعتاد من 8 9 شهور لسنه و3 شهور، سنه ونص. اكتر من كده تاكدي ان المريض يا اما ما بيروحش ما بيتابعش، في 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 كويستشن في الموضوع، واخده بالك؟ فعشان بس ايه انا اعلق على موضوع الوقت ده، لان انا نفسي بسمعه ومش مش مش حقيقي خالص. بالنسبه بقى للحالات، طبعا احنا عندنا حالات كتيره جدا. الاول بنبدا بتقسيمه الفك، عندنا فك فوق وعندنا فك تحت. الفك اللي فوق لو طلع زياده عن، يعني مثلا احنا دلوقتي الفك دوت تحت اللي تحت بارز اكتر من اللازم، لدرجه ان هو عامل زي الامبريلا، واللي فوق داخل فيه. عندنا هنا فراغات ما بين الاسنان، لازم نتكلم ان وظائف الاسنان دي ايه. الاسنان عددها 32، لازم الاسنان الاماميه دي قواطع، الجانبيه والخلفيه دي لتنزيق الطعام. المنظومه دي لو اختلت اكد ان الاكل ده مش هيتمضغ. دي العضه الطبيعيه، المفروض ان احنا ناكل بالطريقه دي عشان الاكل يوصل لمعدتنا مهضوم او يعني نص مهضوم، غير كده الكلام مش هيكون مظبوط وهنلاقي مشاكل في المعده. طبعا احنا هنا عندنا بروز شديد في الفك العلوي، هتلاقي حتى ان الشفايف ما بتقفلش والشفه العلويه طالعه لبره زياده. الدقن هتلاقيه داخل لجوه زياده عن اللازم. دي حالات محتاجه تقويم طبعا، دي ما فيهاش كلام. احنا عندنا اكتر من حاجه محتاج، يعني مثلا هنا اهوت بص الحته بتاعه دقنها دي اسمها العضه العميقه، هتلاقيه انها من دي شكلها عجوز شويه. الدقن مع علاقه الدقن بالشفايف في ما بينهم زاويه حد اكتر من اللازم. عندنا هنا طبق طبعا ديت العضه المعكوسه، بص هتلاقي الشفايف الشفه اللي تحت طالعه زياده خالص عن الشفه اللي فوق بشكل ملفت. وطبعا على فكره دي لو على ولد بتمنعه من دخول كليه عسكريه، وبتدي شكل مش جميل حتى لو راح يتقدم حد. لا، منظر الدقن مع الشفه بالشكل دوت فعلا بتاثر على نفسيه صاحب المشكله ديت، تدي انطباع ان هو مش ذكي. مش ذكي، ايوه منظر مش كويس خالص. ممكن يكون ذكي جدا بس الشكل ما بيبقاش جميل. ده بلس ان هو بيتهته وبيطلع ميه اثناء الكلام، بتدي احساس للي قدامه ان هو حد مش يعني مش لطيف ان الموقف دوت يحصل. ده طبعا بلس المشاكل اللي بتحصل في مفصل الفك، لان المضغ بالطريقه ديت هو عكس الطبيعي تماما. يعني تخيل ان انت مثلا بدل ما ماشي على رجلك انت بتنط. انت تخيل انت تضغط على مفاصل ركبك والفخذ والكلام ده قد ايه. نفس الفكره برضو بتاعه المفصل الفك، طبعا ديت السنان اللي فوق طالعه مفتوحه اكتر من اللازم، ده بروز شديد في الفك العلوي. احنا عندنا المشاكل دي كلها بتؤثر على مفصل الفك وبتاثر على الشكل الخارجي والمضغ بتاع الاسنان. واحب اقول برضو عشان المعلومه دي غايبه عن ناس كتير، هو يا جماعه التقويم مش تجميل، التقويم ليه مشاكل، ليه حاجات اكتر من كده بكتير. يعني مثلا هل يعقل ان واحد يكون لابس كويس او جاي مثلا يتقدم لعروسه وهو بيطلع ميه من بقه وهو بيتكلم؟ ان هو بينضغ، بيبقى شكله شكله غريب لانه بينضغ عكس الطبيعي. لما بيجي يتكلم ويفتح ويقفل زي ما انا بتكلم معاك وانت طول ما انت قاعد سامع تك 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 تك، شكلها غريب، شكلها غريب ومحرج. حتى هتلاقي اللي عنده المشكله دي تلاقيه دايما ساكت وقافل كده على نفسه وبيكلم كده، ما يفتحش بقه قوي عشان ما حدش يسمع تك تك تك. طبعا مش جميله. طب ازاي بقى نقول ان دوت حاجه تجميليه؟ لا طبعا دي حاجه علاجيه. طبعا فوق ده كله المعده بتتعب لان انت عمال تديها في اكل مش مهضوم شبه سليم. طبعا دي كلها مشاكل. طبعا احنا كده اتكلمنا على الحالات اللي محتاجه يتعمل لها تقويم للاسنان، وبرده اتكلمنا عن الوقت. اللي انا عايز اقوله بقى ان تقويم الاسنان ما هوش شيء مضلع زي ما كان زمان. يعني دلوقتي بسمع كتير جدا ناس تقول مش عايزه اركب جهاز التقويم، تقول لها طب هنحط لك بريسز فاتحه، بريسز شفافه، بريس ثلجيه اللي هي لون الثلج، فما بتاخد لون السنان اللي وراها على طول. فيقول لك لا مش عايز حاجه خالص. طب احنا دلوقتي عندنا بديل، احدث حاجه في العالم، يعني لحد قريب كانت 2D تكنولوجي، دلوقتي بقت 3D تكنولوجي. يعني انت دلوقتي بتعمل تقويم شفاف للمريض دوت عباره عن جهاز شفاف بيلبسه 24 ساعه، قول 21 ساعه في اليوم، قول 3 ساعات اكل وشرب. ده بيقدر يعمل استعدال لكل اوضاع السنان بشكل هايل جدا، يعني نقول 100% من غير ما تلبس بريسز خالص. طيب انا عايز اقف قدام كلمه 3D، لان ناس البسطاء مش بيبقوا فاهمين يعني ايه 3D. 3D يعني ثلاثي الابعاد.
ثلاثي الابعاد. يعني ايه تقويم ثلاثي الابعاد؟ يعني تقدر تتصور وضع السنه من يعني هتمشي ازاي بكل الاوضاع اللي ممكن تمشي بيها. وانت تبدا تعالج لو مشيت كده انا هضغط عليها من الحته دي، لو راحت كده هضغط عليها من الحته دي، يعني تقدر تتصور كل الاوضاع، ما تبقاش انت متصور ان السنه دي تتحرك في اتجاه واحد، لا تتحرك في ثلاث اتجاهات. يبقى انت كده قدرت تعمل لها استعدال كامل، يعني توصل للوضع اللي انت عايز توصله لها بمنتهى البساطه. من غير قبل كده الاجهزه المتحركه كانت بتزق في اتجاه واحد. يعني مثلا الحاله ديت لو حبينا نعمل لها التقويم الشفاف، بص طبعا في الناحيه اللي هي شمال المشاهد طبعا في عندنا اسنان داخله لجوه، دوت التصور بتاعها 3D ديت بتديك الشكل هيمشي السنان دي ازاي، فبتقول لك احنا هنعمل اكسبانشن يعني هنعمل تمدد للفك، وهنمشي بالفك دوت لبره وناحيه اليمين علشان نقدر نطلع السنه اللي هي في الوضع المعكوس لجوه اللي هي على ايد شمال المشاهد. نقدر نوصل بيها للوضع اللي موجود في الصوره اللي في اليمين. طبعا انا شايفاها انها كويسه جدا جدا، خط النص مظبوط، الاطباق يعني اسنانه قافله على بعضها مظبوط، الحاجه جميله، وما ركبش جهاز تقويم، ما حطش اي حاجه في بقه. ده بدا في سن قد ايه يعمل الحكايه دوت؟ حوالي 23 سنه. هو السن المناسب لبدايه التقويم امتى؟ والله احنا عندنا انواع كتيره. لو عندنا عضه معكوسه لازم نبدا بدري، يعني 8-9 سنين، لكن لو مش اكتر من ازدحام في الاسنان لا احنا بنستنى شويه لما الازدحام دوت لما السنان كلها تنزل علشان ما نضيعش وقت كتير في ان احنا نجيب سنان من جوه الفك وننزل بيها. لكن العضه المعكوسه هي اكتر الحالات اللي بنبداها بدري، يا اما بنعمل حاجه اسمها تشين كاب وبنرجع الدقن ديت، مش بنرجعها لورا بس بنوقف نموها اكتر من كده علشان تبطل تطلع لقدام بالشكل ده. دي حاله عنيفه. ده سنه صغير. بص احنا تصورنا ازاي الحاله ماشيه، ازاي عملنا استعدال. طبعا الحاله دي بعد ما عملنا استعدال الوضع بقى مسافات، اضطرينا نركب 2 كراون على السنتين اللي هي القواطع الجانبيه علشان نقدر نقفل الفراغات، لان اوريدي السنان الجانبيه بيك شيب يعني مخروطيه الشكل او شكلها يعني رفيعه وطويله بالشكل دوت، طبعا لازم يركب لها على طول كراونز عشان نوصل للشكل النهائي دوت. طبعا احنا جبنا شكل جميل جدا وعملنا تقويم الشفاف والمريض ما لبسش بريسز خالص، وبعد كده ركبنا 2 كراونز على السنتين دولت وقفلنا الفراغ اللي في النص، لان طبعا الفراغ دوت اللي هو كان مسمى زمان فلق السعد او فلق الرزق باين حاجه زي كده، طبعا دوت من الحاجات اللي مش مستحبه خالص ولا جميله، يعني عمرك ما تلاقي حد جميل وعنده فلق السعد. ايه الحالات الامبوسيبل؟ هل ممكن علاج التقويم؟ طبعا طبعا. بس هو انا بالنسبه لي انا بسمع موضوع امبوسيبل دي كتير، بس هي حقيقي الحمد لله من فضل الله، يعني الحمد لله ما عنديش حاجه اسمها امبوسيبل باذن الله. يعني طبعا دي احنا عندنا طبعا دي كلها تقويم شفاف، ده برضه ما حطش بريسز. طبعا شايف وضع السنان اللي فوق، طبعا ده بيحط قلم عشان بس متفقين، الطلعه الزياده اللي في سنته اللي على اليمين ديت زي طبعا اصدقائي انا بالظبط. بيفتح الحاجه الساعه. طبعا اللي تحت طبعا كل سنه واحده داخله جوه الثانيه بره، بتحس انهم منتظمين في الانتظام، واخد بالك؟ طبعا ده كله قدرنا ان احنا نعالجه ونوصل لشكل مثالي جدا بالتقويم الشفاف من غير ما هو يركب بريسز اصلا، والامور بقت زي الفل. اشوف بص ده تصويره. بص انت مصوره بطريقه احترافيه رائعه جدا، مصوره كذا صوره وعاملاهم سيريال يعني ورا بعض كده. انا اهم حاجه عندي اول ما المريض يشرفني انا اصور على طول. وبعد كده نتكلم بقى. هو اللي انا شايفاه ده حقيقي بجد؟ حقيقي بجد. دي صوره حقيقي. وعلى فكره والله الحاله دي ما هي صعبه، بس هو الناس بيسموها امبوسيبل لان هي شكلها وحش خالص. لكن الحمد لله من فضل الله معايا ما بحسش انها صعبه خالص. خد وقت قد ايه؟ دي ما خدتش وقت خالص، دي ما كملتش سنه. والله ما كملتش سنه، يعني مثلا 10 شهور 11 شهر، مش حاله صعبه لان السن صغير. طبعا احنا عندنا الجنب اليمين بتاع المريض دوت السنان ديت متاخره جوه، اضطرينا ان احنا نفتح فتحه صغننه ونجيب السنان من جوه ونحط عليها حاجه اسمها باتمز دي زي البريسز بس لونها ابيض، ونقدر ان احنا نسحب منها وننزل السنان ديت في مكانها. وطبعا احنا عندنا في الناحيه اليمين في الناحيه الشمال المشاهد الناب جنب السنان، يعني ما فيش قاطع جانبي،
احنا بعد كده غيرنا شكل الناب لقاطع جانبي عشان يدي الشكل الطبيعي. بس اللي موجود فوق شمال دوت مش قاطع، ده ناب واحنا حولنا شكله. طبعا دي احنا وصلنا لنتيجه هايله جدا، وبرده في وقت مش طويل، بس دي عدت السنه علشان خاطر السنان اللي كانت جوه متاخره دي طولت شويه معانا عشان نتحايل عليها تنزل بقى سنه سنه سنه، طبعا بتاخد معانا مشوار يعني. وقدرنا ان احنا نجيب شكل جميل قوي. ليه بقى الناس بتقول الموضوع صعب؟ مش عارف، هو موضوع بس مجرد الواحد يبقى فاهم الحاجه ماشيه ازاي. طبعا ديت عضه، دي اصفرار وعضه وكل برضه وازدحام وتراكب وكل حاجه يعني. وطبعا دي العضه المعكوسه، يعني احنا عندنا حاجات كتيره. طبعا السنان اللي فوق هي اللي جوه واللي تحت هي اللي بره. بص احنا عملنا اكسبانشن وطلعنا ازاي بالفك الفوقاني، طلعنا بيه لبره وفردنا برضه من الجناب. يعني الجناب لو تاخد بالك الصوره الاولانيه الفك زي الفي شيب او يو شيب، هنا احنا ظبطناها بقى خلاص بقى نص دايره في بقى الكوليدور بالظبط كده. اللي هو كانه في جوانب مظلمه في الفم، لما بتيجي يفتح بقها تحس ان في ظلام في الجناب. احنا مالينا بقى مالينا لما عملنا اكسبانشن فردنا الفك العلوي. طبعا احنا الموضوع اتغير خالص بقى شكله عادي جدا وجميل. واهم حاجه بتفرق في الشكل شكل خط النص، طول ما خط النص عندك مظبوط وفي مكانه العيان يدي الشكل الطبيعي او الشكل الجميل. وانس ان خط النص حصل له شيفتنج او اتحول مش يمين او شمال، تحس على طول ان الحاله ما بقتش مظبوطه. طبعا دي مقاربه ليها، بس هنضيف عليها الفراغ اللي في خط النص او فلق السعد زي ما الناس بتقول. طبعا ديت في منتهى السهوله برضو، احنا بنعمل اكسبانشن او تمدد في الفك امامي وجانبي، وبنقدر نطلع بالسنان، وتحت بنقدر نظبط الاطوال اللي بتاعه السنان ونخليهم هما الاثنين يقعدوا على بعض بالشكل دوت. طبعا وصلنا برضو النتيجه جميله جدا. دي من الحاجات اللي برضو اخذت وقت طويل ولا وقت متوسط؟ لا ديت اخذت حوالي مثلا 11 شهر، برضو ما كملناش السنه. واحتفظ بسنانه سليمه؟ طبعا واحتفظ بسنانه سليمه وجميله وما فيش فيها مشاكل خالص. يعني احنا كده يعني قفلنا خالص قصه الوقت وقفلنا قصه الامبوسيبل. وبالنسبه للسن يعني احب اقول لك ان انا الرساله بتاعتك التقويم فوق 60. فما فيش بقى حاجه اسمها يعني لسه كانت عندي مدام امبارح منوراني عندها كام؟ 65 تقريبا جده او 67 حاجه كده، وعملنا تقويمه زي الفل. وبرده المقوله بتاعت التقويم والسكر، انا عندي حالات كتيره انا اشتغلها لها وعندها سكر وعندها لخلخه في السنان. والله السنان ثبتت. بس احنا بنعمل جلسات كتيره، بنعمل تثبيت للاسنان كتير، وبنعمل تنظيف كتير، وبنعمل حركات هاديه، وبنقلل الضغط على اسنان الملخلخه. يعني قصه ان انا اسناني ملخلخه ما اعملش تقويم دي غلط، قصه ان انا عندي تاكل في العظمه ما اعملش تقويم غلط، كل الكلام ده كل الكلام ده مش مظبوط. انا اشتغلته ما فيش اي مشكله. احنا المصريين بنطلع اشاعات دايما كده، مش عارفه ليه بنحب نطلع اشاعات من غير لا ما تعملش لا ما تعملش لا ما تعملش. هو زي ما تقولي بنحب بعض ونخاف على بعض قوي. من الحاجات اللي عامله هوس مؤخرا للناس هي تجميل الابتسامه. يمكن كمان في الجيل الجديد طبعا هوليود سمايل كله عايز هوليود سمايل كله عايز يطلع شكله شبه الفلسطينيين بتوع هوليود. فازاي بيتم ده يا دكتور؟ بص هو تجميل الابتسامه دوت موضوع في منتهى الاهميه. يعني انا عايز اقول لك ان ممكن انسان حياته تقف علشان شكل ابتسامته وحش، وهي مش الابتسامه يعني ان انت تبتسمي، لا مجرد ان انت تتكلمي والناس تبص في وشك هتشوف قد ايه. يعني متصوره مثلا ان هم لو شافوا اسنان صفراء استنام عليها بواقي اكل، تلاقي مثلا حاجه قدره كده حاجه حمراء كده. طبعا احنا عندنا الحاجه دي مهمه قوي عشان الثقه بالنفس. يعني لو ولد داخل كليه عسكريه وشكل اسنانه وحش طبعا بتاثر عليه، لو رايح يتقدم لوحده بتاثر عليه، لو كان ريحه الفم وحشه بتاثر. في بقى حاجه ثانيه اللي الناس بقى ما تلتفتش ليها، تلون اللثه. يعني الناس اللي عندها اصل جنوبي عندهم بيجمنتيشن او ميلانين، بيجمنتيشن اللي هو سبب الميلانين متجمعه. هوريك حاله انا لسه شغلاها بتاعت يعني اخ عزيز جدا جدا من اوائل الزبائن اللي دخلوا لي العياده، التلون كمان في شفايفه. ده فعلا متضايق جدا من الموضوع دوت، وعلى فكره سنه مش صغير بس عمره ما تصور ان في حاجه اسمها كده. تخيل ان انت لما تيجي تبتسم اللثه بتاعتك تقول لونها بني. تخيل احساسك هيبقى ايه؟ طبعا لازم تبدأ في الثقه بالنفس، لازم تلاقيهم يتكلموا كده على طول، ما حدش هيقدر يكلمك وهو مبتسم. ده بيشتكي من سواد اللس بالظبط كده. ده بقى ما بقاش براون بيجمنتيشن، احنا داخلين في البلاك بيجمنتيشن. وعايزه برضو اوضح ان شكل الشفايف كمان من بره. يعني انا عندي حاله مش المفروض اشتغلها بكره، بص الجزر دي اسمها جزر ميلانين ايلاندز، شكلها فعلا مش جميل. تخيل بقى ان انا عندي حاله
الشفه كلها بني كانها حاطه روج. هو ده من السجاير يا دكتور ولا ده روسيا؟ بالظبط ميلانين بيجمنتيشن. ده يعني ده جنس وكده يعني هو مايل للجنس الافريقي. بالظبط. في ناس في ناس مصريين بلاقي يعني طبعا لا بس اللسة لا ده حاجه بتاعت الجنس بتاعه كده ودايما تلاقيهم هو فيهم اصل جنوبي شويه. احنا بقى وصلنا معاه لايه؟ وصلنا ان احنا خلينا لون اللسة وردي وجميل والشفايف بقى شكلها طبيعي جدا بقى ما فيش فيها اي ايلانس خالص. احنا عملنا ايه علشان نوصل لنتيجه حلوه؟ في جهاز ليزر جميل قوي كده بنقوم الاول ما بنجين المريض عشان ما يحسش باي الم وبنعمل التقشير بجهاز الليزر دوت. بنوصل في الاخر للون اللسة رائع من غير اي تلون موجود. ده بياخد وقت قد ايه؟ والله ما بياخدش وقت كتير يعني تقول مثلا يعني مثلا الحاله اللي فاتت لان احنا عندنا تلون فوق وتحت وفي الشفايف بنحل ساعه الا ربع. بقولي جلسه واحده يعني قولي ساعه الا ربع جلسه واحده جلسه واحده قولي ربع. احنا بنفضل بقى نمشي كده سنه 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 لحد لما نخلص كل التلون دوت. وعلى فكره ما فيهوش دم ولا فيه وجع ولا اي حاجه من دي خالص. هل بيحتاج ان هو يعيد تاني الجلسه؟ صعبه يعني احنا محتاجين ممكن يظهر منها مثلا 5% بعد 6-7 سنين. فهو عاده مش هيشوف ال 5% ديت لانه احنا بادين من 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 ماكسيمم من 100% يعني مش ده اصلا 5% بالنسبه له هي هتبقى بروجريس في حد ذاتها لو هي ديت اللي اتبقت يعني. تمام. واتفضل. لا يعني وفي حاجه ثانيه بقى بتتم خلاص احنا بنوصيه على حاجه بنقول له بندي طبعا انتبيوتيك خفيف علشان الالتهاب بتاع اللسة ما يبقاش واضح قوي لان طبعا احنا شغالين بجهاز ليزر وفي هيت بندي انتبيوتيك كده خفيف وبندي فيتامين اي علشان خاطر اللسة والتئام الجروح بس. تمام. هنطلع لنشوف حاله مهمه قوي حاله رجل جميل ابراهيم ونعود مره اخرى لانه الحالات هي فكرتنا الاصليه فكرتنا الاساسيه وهي اكثر حاجه مشوقه في برنامجنا. تعالوا نشوف مع بعض. انا ابراهيم حسن سني 23 سنه بشتغل مدرس. مشكلتي في ان اسناني لونها اصفر مثلا لما اجي اتصور يبقى المظهر مش كويس قدام الناس مظهر العام في الكلام مش بيدي انطباع ان الابتسامه ببقى خايف وهي طالعه عشان سناني شكل سناني بيبقى ممكن مش اللي هو يعني الشغل كله بيعتمد على مظهري فلازم يكون الشكل كويس حتى الضحكه تكون كويسه بتديني ثقه اكيد بعد العمليه وبعد تبريد الاسنان هتديني الثقه ان انا اتكلم براحتي ما بقاش خايف مثلا من الضحكه او الابتسامه لا هضحك بقى عادي وخلاص يعني وانا متفائل خير ان شاء الله وان شاء الله بعد العمليه حاسس ان انا سعيد قدر كبير من ثقتي في نفسي. ابراهيم ده واحد من الناس حلو ليه؟ ابراهيم عنده صفرات الاسنان الجمال فيه انه حاسس بمشكلته ومتاثر بيها قوي وده اللي عجبني فيه. في ناس عندها مشاكل اخطر من كده بكتير ومطنشه للاسف فعلا. بس دوت ما شاء الله وقف وواجه المشكله بتاعته. يعني هو فعلا الموضوع عامله عائق نفسي بشكل شديد يعني لا يعني وحاسس بيها ومأثره فيه نفسيا جدا. في ناس سنانها مش مصفره سنانها فيها الوان الطفل سبعه وهي ولا في دماغه عادي قاعد وايه وتلاقيه مستوى اجتماعي رائع. مستوى اجتماعي قوي يعني ما شاء الله وبيصرف يعني في ناس يقول لك بيكلمك على اليخت اللي هو بيصرف عليه كل سنه الصيانه والفيلا والله العظيم. طب سنانك دي مش تبع اليخت؟ لا مش تبع اليخت. مش تبع اليخت. عملت ايه بقى ابراهيم؟ طبعا هو ابراهيم اول حاجه بدانا بيها ان احنا نظفنا الجير لان طبعا كان في عنده كميه جير كبيره وتصبغات على الاسنان مديه برده شكل مش جميل. وبعد كده لمعنا السنان بتاعته تلميع عادي وبعد كده قعدناه بقى على جهاز الليزر وبيضنا الاسنان بتاعته. الحمد لله النتيجه مرضيه جدا جدا الحمد لله وطلع مبسوط ويعني مش عايز اقول لك ما كانش مصدق نفسه. ما كانش مصدق نفسه. الحمد لله. عايزين نشوف يعني ابراهيم وفي نفس الوقت برضو يعني كانت هالة دايما في الاول حلقة بتسألني على الليزر والتبييض والحاجات دي. يعني هما هي كل اللي في دماغها النهاردة
التبييض والتبييض دي حقيقه. وانا بخاف يعني، انا من طبعي بخاف جدا، فخايفه اعمل اي حاجه تدور اسناني. هو على فكره موروث الخوف ده موروث، انا نفسي اعرف اقول للناس برضه المصريين هم المصريين ليه؟ لان احنا اتعودنا ان انت ما تعمل حاجه غلط وانت صغير ماما تقول لك ايه، هتسكت ولا اوديك للدكتور او السنان. اه طبعا، او تقول لك اديك للدكتور يديك الحقنه يعني، واخد بالك؟ فهو بقى ايه الدكتور، هي ما حددتش التخصص بصراحه، هي قالت لك الدكتور بس، بتخيلك ومين يعيش بقى؟ ومين الدكاتره اللي انت اول ما بتروح لهم بتاخد حقنه؟ ما هو ما فيش غيرنا طبعا. يعني دكتور البطنه اي تخصص تاني بيكتب لك روشته بتاخدها وانت بمنتهى الشجاعه داخل ومنتهى الرجوله خارج، ومفيش اي حاجه خالص. دكتور السنان هو الوحيد اللي تدخل كده وتخرج. انت خوفتيني والله يا دكتور. لا والله تخرجي بقى ايه ابيض. تعال نشوف ابراهيم، واحنا مش هنخاف، تعال نشوف ابراهيم بعد ما سنانه بدا يحصل فيها حلول. أوكي. والحلول ازاي كانت في يوم واحد او في جلسه واحده صح كده حلت له كل المشكله. تعال نشوف مع بعض. كده خلصنا ابراهيم، وانا شايفه ان الحمد لله جبنا نتيجه حلوه جدا ومختلفه عن اللي احنا بدانا منه، واتمنى ان انت ما تكونش حاسس بالم. لا ما فيش ولع خالص. طب الحمد لله. واحنا هنكرر الموضوع دوت كل من 8 ل 10 شهور علشان نحافظ على درجه اللون، لان طبعا احنا بنشرب حاجات فيها الوان، وبالذات الالوان الصناعيه والنسكافيه والقهوه والكلام دوت. فاحنا ممكن نعمل، بس مش هنعمل ليزر تاني، هنعمل كريم صغير كده انت هتحطه على اسنانك نص ساعه في اليوم لمده يومين او ثلاثه علشان اللمعه بتاعه السنان تفضل موجوده على طول. خلاص ومبروك. ايوه كلمه مبروك اللي انت قلتها له في الاخر حلو. اصل فعلا على فكره تحس ان هو بدايه حاجه جديده بجد والله، احساسها جميل جدا، ان انت تحس ان انت عملت حاجه كان نفسك تحققها من زمان. انا شايفه المبروك دي جميله قوي والله في الموضوع. اه ده حقيقي. طيب قبل ما نختم بقى دكتور، بس عايز حضرتك تطمنينا بجد، تبييض اللثه بياخد فعلا جلسه واحده؟ جلسه واحده ما فيهوش وكمان ما فيهوش وجع؟ ما فيهوش وجع ولا في اي حاجه خالص، ده هو جلسه واحده فعلا. طمنيها طمنيها. لا هي بس يعني ولا فلق سعد ولا تلون لسه، ده كلام. هي الحلقه دي اللي احنا بنتكلم عنها. قاعده واحده يعني، انا صورت الصوره دي في نفس الدقيقه اللي انا خلصت فيها، جميله جدا. ما فيش، بصي الاسود اختفى تماما والاسود الشفايف راح تماما، وبصي ده اسود انت بتقيم من بلاك لبينك، فطبعا الموضوع لا طبعا انا اول مره فعلا اسمع عن الموضوع ده، اسمع ان اللثه لونها بيتغير فعلا، في حاجه اسمها كده يعني. ما بتتفرجش على برنامج الدكتور؟ لا فعلا. لا احنا بنضربها من زمان قوي. لا بس الجمال النهارده ان احنا رجعنا في بروسيدرز سهله وبسيطه وجميله، رجعنا الاسنان بشكل رائع واللثه بشكل رائع. وانجزت. يعني انا بحب اخلص كل حاجه وخلاص بقى كده، خلاص اقعد مرتاح، ما بحبش افضل يعني ايه المريض يفضل رايح جاي رايح جاي وانا افضل مركزه معاه. هو مره واحده بديله كل تركيزي، اطلع باذن الله نتائج 100% مرضيه جدا، خلاص خلي اصور بقى. طيب عايزين قبل ما نمشي بقى العناوين الهايلايتس اللي انت بتوصي بيهم كل ام، كل اخت كبيره، كل اب على ولاده. 1 2 3
طبعا اهم هايلايت ان احنا نروح الدكتور كل 6 شهور في السن الصغير وكل سنه في السن الكبير. الكبير ده اللي هو عشرينات يعني، مش الكبير ده يعني عجوز قوي. تاني حاجه، لما نلاقي ان في تلون في الاسنان او في بروز في الفكين او في اي شيء غير عادي، لازم نروح لدكتور الاسنان نقوله ده محتاج تقويم. ليه؟ لان احنا عندنا ممكن الولد يكون مخبوط في المدرسه، تلاقي السنه ابتدى لونها يبقى بامب او رمادي وانت مش عارف اللون السنه بيعمل كده ليه. لا ده دوت ممكن يبقى تجمع دموي جوه السنه نتيجه ان هو وقع واتخبط. طب نلحق نعمله ولا نسيبه لما الامور تكبر؟ طبعا ده شيء مهم جدا. اخر حاجه انصح بيها ان احنا ما نخافش من دكتور السنان لدرجه ان احنا نعقد حياتنا، ان احنا ممكن نعيش حياه الطف واجمل واسعد من غير ما احنا نوقف الحياه عند ان انا خايف اروح للدكتور. تهيألي ان دوت بدايه حاجه جديده. اللي انا استفدته النهارده انه من ضمن الناس الحلوه ابراهيم. ابراهيم واحد من الناس الحلوه ليه؟ لانه مش عيب ان انت يكون عندك المشكله، او مش عيب ان انت تكون اهملت في حياتك في فتره ما، ولو ان الافضل انت تحافظ، لكن خلاص اللي حصل حصل، والاقدار احيانا تكون محتمه او محتومه، وجالك مشكله سواء في اسنانك او في حاجه في صحتك. الحلاوه وان انك تبقى انت واحد من الناس الحلوه هو انك تفوق في اللحظه المناسبه وتنتبه وتحس بمشكلتك وتعيش فيها وتأثر عليك فعلا، ما تبقاش انت خارج نطاق الاحساس. مش عايز اقول الكلمة المباشرة لكلمة خارج نطاق الاحساس، لان في ناس كتير قوي مش من الناس الحلوة عندها المشكلة، والمشكلة كل الناس شايفاها لكن هو مش شايفها. ده لازم ندخله ناقوس الخطر ونقوله لا، الناس الحلوة مش بس اللي شكلهم حلو قوي او اللي عندهم احساس بقيمة الصحة، هم اللي كمان يتنبهوا الى مرضهم ومشكلتهم ويفوقوا بسرعه ويصلحوها. صح كده؟ تمام. نورتي يا دكتور. ربنا يخليك. ميرسي يا دكتور، بنشكرك جدا دكتور اسراء، وبنشكرك يا دكتور ايمن، وخليكم دايما مع ناس الحلوه.